ما يلاقي الحسنه دي. انا جبت 30 شيخ وقعدتهم على الارض، وحتى كل ما اقول للفراش يا قهوه يا جدع للمشايخ يروح جايب 30 فنجان قهوه، وحتى اصواتهم وهم بيشربوا القهوه ايه كانك بتسمع مكنه دايره. وسجلنا اسماء الله الحسنى فيها الشيخ محمد الفيومي، الناس اللي هيقولوا صوله يعني، والنقشبندي والشيخ محمد رمضان والشيخ يونس والشيخ عبد الحميد الفحام، ودول من الاصوات العظيمه، والشيخ عبد السميع بيومي، والباقي بقى اللي هم ايه اللي بيقولوا كمجموع يرده، والسولوهات دي والشيخ يونس. الشيخ يونس ده من الاصوات السولو برضه، ده صوته حاد جدا يعني، هو احدهم اكتر من النقشبندي، يطلع فوق قوي. اسماء الله الحسنى يعني ارجو انكم تسمعوا. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور غفار قهار وهاب رزاق فتاح عليم القابض الباسط الغافر الرافع المعد المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحبيب المبين الحبيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المهدي المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاتي الظاهر الناصر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع Three.